والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. تحية وتقدير واحترام للنسيج الجمعوي والثقافي والحقوقي ومناضل منطقتي إرفيتي وإمتاجي وجميع الضيوف الكرام. لعظيم شرف أن أخذ هذه الكلمة أثناء هذه اللحظة النضالية التي نمارس ونتمم ونقوم من خلالها اتحاد ساكنة وتضامنها ضد كل أشكال الحيف والإقصاء والتهميش والعبث بمصالحها المشروعة والسكوت اللامبرر للجهات والإدارات المسؤولة أمام ما تقوم به شركة كريميتزا مرو من أشغال كيدية وعدوانية وأضرت بشكل مهول بأمن وسلامة واستقرار ساكنة وكذا بالمحيط البيئي والطبيعي. ومن هذا المنبر أوجه الشكر والتقدير لجميع أبناء هذه المنطقة والغيورين عليها على وقوفهم ضد هذا العمل المجحف، كما أوجه النداء إلى كافة المصالح الإدارية والجهات المسؤولة والسلطات العمومية للتدخل الفوري والناجح لحماية ساكن ممتلكاتها من الأضرار الكارثية الناجمة عن أنشطة الشركة وجب الضرر المتراكم الناتج عن آثار استغلال مما خلق استياء وسخطا لدى ساكنة تلرود وعموم ساكنة جماعة تفوتن. وللإشارة فإننا نحن كمجتمع مدني وساكنة المنطقة لسنا ضد المشاريع الاستثمارية والاستثمار بالمنطقة، بل ندمن ونشجع هذه المبادرات التي ستكون لها انعكاسات إيجابية على المنطقة في حال احترام المعايير القانونية والبيئية المنصوص عليها في دفتر تحملات الاستغلال المنجمي المغرب، وعلى خلفيات اللامبالاة والأثار السلبية التي تعيشها الساكنة الناجمة عن الأضرار البيئية والصحية والاقتصادية والاجتماعية والتجاوزات القانونية التي شابت بداية استغلال الشركة المعنية للمنجم بمنطقة تمرود وتفاقمت أثارها وازدادت عدتها وفداحتها مع استمرار الاستغلال. لم تتجاوب مع الملتمسات المتكررة للساكنة والنسيج الجمعوي للمنطقة، وبعد أن تأكد لنا بالملموس استحالة نشوء حاليا علاقة تواصلية مؤسساتية جدية أساسها تحقيق مطالب الساكنة وجبر الضرر وإعادة التوازن إلى علاقة الشركة بكافة الأطراف المتضررة، نظمنا نحن النسيج الجمعوي والنقابي والحقوقي بجماعة تفروتن إقليم تارودة بمساندة تضامن من هيئات وجمعيات المجتمع المدني بنفوذ قيادة التمالك بدائرة وإقليم تارودان يومه الأحد 11 غشت الجاري بمنطقة تمرود جماعة تفروت بداية من الساعة 11 صباحا وقفة احتجاجية أولى في انطلاقة مسلسلنا النضالي والحقوقي فيما يسمى بملف أضرار شركة كريميتزا ماروك على المحيط المنجمي والبنية التحتية الطرقية. ونعلن رأي العام نجاح وقفتنا الاحتجاجية الأولى كما وكيفا وشكلا ومضمونا، حيث شاركت فيها وبكثافة أعداد كبيرة من ساكنة تمرود وأعداد مماثلة من ساكنة جماعة تفروت وتمالك بيت مخروف وإيمونات ومناطق أخرى رجالا ونساء وأطفالا وشيوخا، كما شاركت فيها المنظمة الديمقراطية للفلاحين فرع تفروتان وحظيت كذلك بدعم الهيئات وجمعيات المجتمع المدني بقيادة تمالك وخارجها. وبناء عليه فإن النسيج الجمعوي والنقابي والحقوقي الذي تبنى مضامين هذا البيان ووقع عليه يعلن رأي العام أنه يشكر وبحرارة كافة الشخصيات نساء ورجالا التي بادرت وساهمت ماديا ومعنويا في الإعداد والتعبئة الفاعلة من أجل نجاح هذه الوقفة الاحتجاجية الأولى. يحيي وباعتزاز وفخر الاستجابة الكبيرة لساكنة تمرود لإداء الوقفة الاحتجاجية الأولى وتمين مشاركتهم الكثيفة. يحيي تحية حارة وخاصة ساكنة جماعة تفروتن وتمالك بيت مخروف وإيمونات وساكنة المناطق الأخرى التي تضامنت ودعمت هذه الوقفة الاحتجاجية. يحيي كافة الجمعيات والهيئات المدنية والنقابية والحقوقية التي شاركت وساندت ودعمت الوقفة الاحتجاجية.
نحيي كل المنابر الإعلامية التي حضرت وغطت الوقفة الاحتجاجية، نحيي كافة المشاركات والمشاركين على الالتزام بسلمية النضال الشكل النضالي واحترام المضامين الدستورية المنظمة لممارسة الحق في التعبير والحق في التظاهر. يؤكد أن ساكنة المنطقة والنسيج الجمعوي مستعدين دائما للانخراط في حوار جاد إن توفرت ظروفه، بحيث يكون حوارا مباشرا رسميا موثقا بمحاضر توضع لنا إشارة المعنيين وبوجود ضمانات حقيقية على تنفيذ مخرجاته ونتائجه. يحمل مجددا المسؤولية لشركة كريميت سامارو وإدارته عن كافة الأضرار والآثار السلبية على البيئة بمحيط منجم تبرود، وكذلك على تدهور حالة الطريق الإقليمية 17-27. يطالب شركة كريميت سامارو بالاستجابة.